ما تزال الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى متوترة على الرغم من مرور 3 أسابيع على تفجيرات المقدادية، فالمشكلات التي تعاني منها المدينة يبدو كونها سياسية أكثر منها أمنية. قيادة شرطة ديالى تؤكد أن هناك كتلا سياسية تحاول عرقلة العمل الأمني بالمحافظة، فضلا عن انتشار الجريمة المنظمة ورجوع بعض المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب إلى المدينة. المشاكل اللي تعاني منها محافظة ديالى هي مشاكل أصلاً سياسية فيما يخصنا احنا كقوات أمنية. احنا أدوات تنفيذ القانون اللي تقره الحكومة المركزية واللي تقره حكومة المحافظة. الإشكالات اللي أعتقدها موجودة بالمحافظة هو على موضوع تصويت أو على مواضع مشاكل أخرى. هذه الإشكالات إذا ما عولجت فالأوضاع الأمنية بالمحافظة ما أعتقد أنه تستقر إذا ما عولجت. هذه التطورات الأمنية في ديالى دفعت بالقيادات في بغداد لإرسال قوات لحفظ الأمن وفرض القانون. اجتماعات بين المعنيين في الملف الأمني تجرى بشكل مكثف، ومنجز ميداني بعد ساعات بمصادرة أسلحة متنوعة من بعض المواطنين. يعني السيارة مدنية ما تحمل لوحات وإنه شايل بندقية وياه، هوية قال أنا ما عندي وياه، أنا هذا بيتي رايح لهذا محلي، يعني من فضل الله. وانت شوف هسه انت وضع بعقوبه جيد جدا، يعني ما يستوجب هذا اللي زين. فاحنا سوينا ممارسات استباقيه، نصبنا سيطرات مفاجئه ما متوقعها الانسان الموجود المواطن في دياله، فقدرنا نسيطر على مجموعه الاسلحه. هسه مثل ما تشوف احنا ما نسمح لاي تدخل سياسي بالوضع الامني، ما اعتقد انه راح ياثر علينا ولا راح ياثر. وهاي الأصوات إنه أساساً إحنا ما نسمعها، هاي الحقيقة يعني، ونطبق القانون ونفرضه بالشارع بما تستوجبه المهنية من عندنا. فيما ألقت القوات الأمنية القبض في الساعات القليلة الماضية على مطلوبين ساعدوا على تراجع الوضع الأمني بالمحافظة. قواتنا الأمنية يوم أمس تمكنت من أن تلقي القبض على 4 خاطفين، تمكنت من تحرر المخطوف مديرية شرطة المقدادية، واليوم اعترفوا على آخرين. اليوم أصبحوا 7 عناصر خاطفين تمكنت قواتنا الأمنية من أن تلقي القبض عليهم وتحيلهم إلى القضاء. ديالى وبعد أن كانت أولى المحافظات تحريرا من دنس العصابات الإرهابية، تتجه إلى المجهول في ظل تدخل بعض الكتل السياسية بالعمل الأمني. بالمحافظة ديالى، أحمد العبودي، قناة بلادي.